احتج صباح اليوم العشرات من الفلاحين أمام مقر مديرية المصالح الفلاحية بولاية أضرار للمطالبة برحيل المدير الحالي بالنيابة الذي يرون بأنه غير قادر على تسيير القطاع الذي يعرف تأخرا كبيرا على جميع الأصعدة. 375 جمعية أو 385 جمعية في ولاية أضرار وكاملة راهي من الممثلين شوحة واقفين هنايا. إحنا نطالبوا بمدير يخدم خدمة الفلاحين ما يخدمش خدمة الخدمه اللي تحت الطابله الشيء اللي رانا نشوفوا الاعلام والواقع اللي راه اللي, تهضر عليه الدوله ما راهش منطبق اطلاقا على مسؤوليات اضرار تجميد الكهرباء راه عنده تقريبا ست شهور من اللي ارتفع عليه التجميد ست شهور من اللي ارتفع عليه التجميد هذا ما نطرقش في الميدان روح لنا روح لنا تقريبا روح لينا 5000 هكتار نوموت نزرع قمح رانا درك رانا في 2000 هكتار زرعنا قمح سنه احتجاج الفلاحين هذا جاء أسبوعا فقط على احتجاج عمازات المديرية الذين طالبهم أيضا برحيل المدير المغضوب عليه من جهتنا حاولنا أخذ الرد من عند مدير المصالح الفلاحية لولاية أذرع الانشغالات والتهم الموجهة إليه من طرف الفلاحين المحتجين أمام مقر المديرية إلا أنه رفض الرد واعتبر الأمر داخلي رمضان معلم للشرق